خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الامر. معنا على الهاتف الاستاذ محمد يوسف، وكيل اول وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بمحافظه اسوان. بنرحب بحضرتك يا فندم في برنامجنا صباح الخير يا مصر. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. تسلم. اهلا بيك يا فندم. في البدايه حابين حضرتك توضح لينا يعني ايه هي ابرز الاعمال اللي بتشهدها تلك المنازل عشان نقدر نشوفها بالشكل الحضاري ده. طبعا تم اختيار الاسر دي من خلال طبعا اجراء بحوث اجتماعيه عليهم، وتم التحقق والتدقيق ان الاسر دي اولى بالرعايه، يعني من الاسر اللي هي محتاجه لدعم. فتم طبعا من خلال الابحاث الاجتماعيه لهذه الاسر التاكد من حاجتهم طبعا لاتمام عمليه الترميم والبناء. فكانت هذه المساكن طبعا مساكن عشوائيه، وطبعا تفتقد لكل مكونات الحياه. يعني بالنسبه للكهرباء، للمياه، للارضيات، للسقف، السقف ده طبعا كان طبعا يعني معمول عشوائي. والاسر دي طبعا خلال السيول كانت طبعا معرضه لان هي تسيب الاماكن دي طبعا لانها لا تصلح للاقامه. صحيح. وده كله كان تحت اشراف معالي الوزير محافظ اسوان طبعا. فقام الجمعيه بدراسه الوضع جيدا وعرضه، وتم التحقق من الوحدات المحليه بحقيقه الناس دي ان هي تبني المساكن دي، وخدوا تصريحات لجنه ليهم. فتم طبعا البيوت كانت طبعا منهاره خالص لا تصلح للاستخدام الادمي. الحقيقه تم طبعا الحمد لله دلوقتي يعني بقيت في صوره طبعا افضل. تم تركيب سيراميك وسباكه ومياه، والوضع طبعا ودهانات، والوضع طبعا تغير تماما. ما اكتفناش بالتطوير المنزل فقط، لا ده كمان يعني تم فرشه برضه بالاساس، يعني غرفة نوم للأطفال، غرفة نوم برضو، ثلاجة، بوتاجاز، انتريه، يعني كل مقومات المنزل التي صحيح تستحقه الأسرة. في الحقيقة في مجهود كبير جدا بيقوم به تحالف الأهلي للعمل، التحالف الوطني للعمل الأهلي. بنشكرك أستاذ محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، شكرا جزيلا على كل هذه المجهودات في إعادة هذه القرى.